الغالي لنا حبيب بدلوك والحنة الحبوبة قاعدة قريب وسط الجبنة واللمة راسك الغالي لنا حبيب بدلوك والحنة والحبوبة قاعدة قريب وسط الجبنة واللمة راسك الغالي لنا حبيب بدلوك والحنة والحبوبة قاعدة قريب وسط الجبنة واللمة أبوك الليلة زينتنا بدلوك والحنة بعد بيها لمتنا بدلوك والحنة وخات الجبنة نادتنا بدلوك والحنة كبيرنا البيه وعزتنا وسط الجبنة واللمة غناي الليلة فيه مجال بدلوك والحنة الدائرة الفينا نقول له تعال بدلوك والحنة أسسوه ناس عزال بدلوك والحنة في الحقيقة تلقوا مثال وسط الجبنة واللمة عريس نربط له هلال بدلوك والحنة الأعمام مع الخلال بدلوك والحنة يرتقوا إلى بسار وسط الجبنة واللمة راس الغالي لنا حبيب بدلوك والحنة بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا في كل مكان اهلا ومرحبا بكم ومساء الخير عليكم في حلقه جديده من برنامجكم غنى السباته. وزي ما عودناكم كل يوم بنتكلم عن موضوع جديد في حلقاتنا. تحيه لكم وتحيه كمان لضيوفنا الف الاستوديو. نحن سعيدين جدا بوجودكم معانا. والليله حلقتنا دي عايزين نعممها في حاجات ومشاركاتكم في السودان وخارج السودان. بدايه كده عايزين نعرف مشاركاتكم داخل السودان. كلمونا عنها شويه زهره. والله شاركت هنا في السودان وشاركت خارج السودان. في دبي شاركت, في أديس أفريقيا شاركت, وإن شاء الله في مشاركات برضو إن شاء الله. كانت المشاركات كانت حفلات خاصة ولا؟ كانت هي حفلات خاصة, بمعنى إنها بتكون خاصة أكتر, يعني ما بتكون مفتوحة من الجاليات وكذا. أيوة دعوة بتكون نسائية بحتة. وفي بعض من الحفلات اللي بتكون يعني مشاركات زي القومية. يعني بنمشي مثلا يكون في قنصل, في سفير, في حاجات زي دي بنكون برضو يعني مشكل حضور. أيوة. كده كلمينا شوية, بما انك انت اشتغلت حفلات كتيرة وفي دول مختلفة, كلمينا عن التفاعل هناك بيكون كيف؟ طبعا يعني جد اغنياتنا او الاغنية السودانية برا مسموعة. يعني خارج السودان مسموعة. يعني عادي تمشي الأسواق بتلقي شريط لوردي, تلقي شريط لعايشة الفلاتية, تلقي شريط لمنى الخير. بيحبوا غنانا يعني. طبعا شديد تلقي للكاشف. يعني أنا قد دهشت يعني لما مشيت أفريقيا لقيت إنه الغاني وحقاتنا يعني شغالة في السوق. قلت يا ربي احتمال يكون أنا لخبطت بين السودان وبين, لما مشيت لقيت أغانينا ولقيت البوسترات, يعني حاجة كده لفتة جميلة جت. يعني أغانينا السودانية واصلة. نعم. اشتغلتي داخل السودان, حصل غنيت وطن وغاني وطنية يعني؟ كتير كتير. يعني شاركت كتير في الأغاني المحافل الوطنية. وكنت غايدة للحملة بتاعت المشير عمر حسن أحمد البشير في ولاية الجزيرة وبال ما يجي الخرطوم. كنت الغايدة بتاعت الحملة. بتلقي نفسك في الأغنيات الوطنية؟ طبعا هي صعبة شوية تقريبا. والله هي طالما إنك أنت فنان ما صعبة. يعني الفنان لازم يقولوا مكمل والكمال لله وحده وبحر الفن واسع. فما فيها صعوبه, ما فيها يعني زول يقول لك ان الاغنيه قاسي علي, لا ما اظن. يعني حتى لو لقيت تحدي في الاغنيه ممكن تتخطي وعادي. اكيد اكيد طبعا. تمام. وقدام جيناكي كده كلمين عن مشاركاتك داخل السودان, ولو عندك مشاركات خارجيه برضو كلمين عنها. اتكلم اول في البدايه عن مشاركاتي خارج المشاركات بتاعتي خارج السودان. أول سفرية لي كانت سافرت قطر, كانت راسنا البحرين راسنا برضو, وشاركت في أريتريا تشات. آخر رحلة كانت لي في لبنان السنة فاتت. لقيت تفاعلية المشاركات بتاعتك؟ أكيد طبعا. حسيت أن الناس كانت مندمجة مع الأغنيات اللي قدمتيها؟ أكيد طبعا. يعني حتى كانت آخر رحلة بتاعت لبنان دي يعني أغلبية الجاليات هناك, أغلبية الناس الخشوا الحفلة, يعني الجمهور خش الحفلة أغلبيته كان حبش. يعني حتى كنت غنيت أغنية بتاعت خليتني دع على كتبك, لقيت الحبش حتى حافظنا ورددوا معك. يعني كانت لفتة جميلة, والفيسبوك واتساب ما خلى حاجة صعبة. نعم أكيد.
اكيد نحن حنتواصل معاكم. زهرة عاوزين تغني لنا شنو يا سارة، لانه جت اغنيتنا معروفه انها بالسلم الخماسي، يعني حاجة بعض الناس محفوظه او صعبة. هي ما صعبه يعني للغير الاجناس الغيرنا بحسوا انها صعبه يعني، لكن في نفس الوقت بتذوقوها، هي طروبه اكيد يعني بتذوقوها. ليه؟ معناها الصادق والجميل، مفرداتها الجميله، يعني الموسيقى السودانيه معروفه بطعم الجميل. طيب احنا عاوزين كسي تغني لنا اغنيه جميله كده نستمتع بها، حتغني لنا شو؟ نسمع ان شاء الله كلمات والحان الاستاذ الرائع خلاص التوم، ونسمعها باذن الله تعالى مع بعض. خلونا نسمع ونتواصل. Thank you.
عليا وما سمح قلبي توري لاموني لاموني في دقايق تهموني لاموني لاموني في دقايق تهموني يا اخوانا خلوني ما في داعي لظلوني شوية وما سمح قلبي توري لاموني لاموني في دقايق تهموني لاموني لاموني في دقايق تهموني يا اخوانا خلوني ما في داعي لظنوني كثير ومسيخ وطبع اللي قام ويصير ليكم بقول قولي انا قولي دي مصاريف لاموني لاموني في دقايق تهموني لاموني لاموني في دقايق تهموني يا اخوانا خلوني ما في داعي لظنوني سيبوني يا اخوان سيبوني في داعي لظنوني يا اخوان سيبوني في داعي لظنوني ما في داعي وي ما في داعي ما في داعي لظنوني 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 ما في داعي جميل جدا يا زهرة واستمتعنا جدا بالأغنية تحية لك مرة تانية وتحية كمان لكل المشاهدين اللي انضموا لنا من جديد عبر المتابعة والمشاهدة واحنا بنسعد جدا بتواصلكم معنا ونتواصل معاكم لسه في حلقتنا وأكيد حلقتنا الليلة حتكون بطعم مختلف زي ما قلنا ناهد عاوزينك تكلمين عن مشاركاتك في الجامعة كلمين عنها شوية أولا من السنة كنت فزت في الدورة المدرسية في الابتدائي كمان وسي نزلت الجامعة وبشارك يعني في المناشط كده قبل ما نتكلم عن انك بتشاركي في مناشط الجامعة كلمينا شوية عن احساسك وانت فزتي في الدورة المدرسية اكيد احساس جميل طبعا يعني كونه انه لكل مجتهد النصيب نعم كنت بجتهد واحفظ اغاني يعني اغاني كبيرة لوردي لكده يعني شاركت بها في الدورات المدرسية اكيد طبعا شاركت بها والحمد لله فزت بيها الحمد لله بس في الجامعة برضو يعني أي برنامج كده بيكلموني بكون أول واحدة مشاركة أنا سمعت أنه أنت في أول سنة في الجامعة لما نزلت الجامعة اشتغلت الحفل بتاع طلبة جدد في الجامعة وكنت أنت طالبة جديدة كده وريني الإحساس في السنة دي ذات أول ما نزلت شاركت في احتفال استقبال الطلبة الجدد اللي هم إحنا برضو في كلية علوم الطيران والحمد لله يعني كانت حفلة كبير
جميلة كمان. كده تفاعل أصحابك في الجامعة أول يوم كان كيف؟ وبعد أكيد ما حسيت هم عارفين انك كانوا انت طالبة جديدة معاهم؟ عارفين انه انا تخرجت من نجوم الغد ونزلت معاهم في الجامعة، استقبلوني استقبال جيد، حتى الأساتذة كلهم يعني شجعوني اني انضم للمناشط في بتاعتهم الثقافية اكيد. واي حاجة بتخص الثقافة او عمل ثقافي بيخبروني به وبشارك معاهم. طيب كده والمناسبة السعيدة دي انا عايزاك تقومي تدندني لي بحاجة. حتدندني لي نشنا؟ اقول لك رمية. طيب نسمع. الليلة نحن ولاد بلد نقعد نقوم على كيفنا وإحنا في الرقاب دايما نجلب سيفنا الرمية دي بتشبه الجعلين كده كده انت جعليه ولا شنو؟ اكيد طبعا من حجم النقم شندي عشان كده بميل للسيرة اكتر. التحية لكل اهلنا الجعلين واكيد اغنياتهم حلوة جدا وبتعجب الشعب السوداني كله. تسلمي. طيب انا شايفاك انت بتميلي لاغاني السيرة، هل لانك انت بتحبي السيرة ولا ما بتحبي اغاني التمتم ولا شنو كده؟ كلميني شوية عن الحتة دي. بالعكس طبعا ايام منافسة نجوم الغد كنت يعني 1% شارك بسيرة. كلها أغاني بغنيت لي وردي كتير وعثمان حسين وصلاح ابن البادية. يلا بعد ذاك في الأعمال الخاصة ملت للسيرة، لقيت نفسي فيها أكتر، حبيتيها. لكن برضو الغنى المسموع والغنى المقعد موجود، يعني برضو بحبه كتير. يعني لازم الفنان يكون مكتمل في اختياره للأغنيات. التنويع ذاته مهم. أي طبعا. طيب نحن عايزينك تغني لنا، حتغني لنا شنو في الحلقة دي؟ حغني الفارس الجدال، كلمات والحان بابا من هنا بحييه ومحجوب ليه والتحية، بقول ليه وديك ليه الصحة والعافية ويخليك لينا ورمضان كريم. تحية ليك مرة تانية وتحية لكل المشاهدين، خليكم متابعين معنا، نسمع الأغنية ونتواصل. فارس قد القاصد اخواته ما هم لغوم التابع الفاته الفارس قد القاصد اخواته الفارس قد القاصد اخواته ما هم لغوم التابع الفاته جاي والفاتو والفارس قد القاصد اخواته ما هو لغوم التابع الفاتو Thank you.
ابيع الفاتو. ضي القبيلة تسلم تسلم يا أبوي تسلم تسلم يا أبوي تسلم.
جميل جدا يا نهدي، استمتعنا جدا بالأغنية. شكرا. تحية لك مرة تانية، وتحية كمان لكل اللي بتابعونا ولكل اللي بتواصلوا معنا، وإحنا بنتواصل معاكم الليلة في حلقتنا المميزة جدا. طيب زهرة، نحن عارفين إنه الغريب عنده أغنيات وإيقاعات مختلفة، رأيك شنو تقومي تدندني لنا بحاجة من أغنياتهم عشان نعرفها؟ جدا إن شاء الله. ست ونص إلا خمسة يا مكتوب ليلة كم ساعة، ست ونص إلا خمسة يا حبيبي ليلة كم ساعة، استنطي يا أخواني الرواية أغيب الليل وأنوح برايا، لمعني فيك وفي غبايا دلوا لك كيف النهاية، يا حبيبي ليلة كم ساعة، ست ونص إلا خمسة يا وحيد ليلة كم ساعة. السلام عليك، جميلة جدا استمتعنا بها أكيد. وجدان أنا عايز أرجع لك تاني لحتة مهمة، شايفك بتحبي أو أغانيك كلها عاطفية، الحاجة دي بترجع لأنك أنت بتحب الأغنيات دي ولا ليش؟ والله دائما أنا بلقى نفسي في الغنى العاطفي، يعني حتى السيرات ما ميالة لها، رهيبة في التمتم ومت في الغنى العاطفي، بتحبيه عشان كده بحبه شديد، بحس نفسي أن أنا بقدر أديه. طيب عايزينك تدندني لينا، هتدندني لينا بشنو؟ ما دام انت في الاول بديت، ما دام انت في الاول بديت، ليه مشيت للناس حكيت، ليه مشيت للناس حكيت، والغريبه كمان بتشكي انا اصلي منك ما شكيت، حابس الدمعة في عينيا انقياصة لما بكيت، حابس الدمعة في عينيا انقياصة لما بديت. يا سلام عليك، جميلة جدا. وعشان هي جميلة كده احنا حنخليك تغني لنا اغنية عشان نختم بيها، حتغني لنا شنو؟ حغني لكم يا قلبي كان فات اللي يفوت، خليه يقول خاين عهود كلمات ورحانة شاعر بدورة، وانا بقول له رمضان كريم، وان شاء الله دايما وابدا انت في الحلو الجديد. ان شاء الله حنستمتع بها جدا وحنسمعها مع بعض. ودي كانت ختام لحلقتنا الليلة، وزي ما عودناكم حلقاكم بكرة في نفس الموعد بأغاني جديدة وبحوار جديد، وأكيد حتستمتعوا معنا إن شاء الله. وإحنا سعيدين جدا بمتابعتكم لبرنامج غنى السبات، لحد ما نلقاكم بكرة، في أمان الله.
وسط الجبل
انا واللمه وراسنا الغالي لنا حبيبي.